هلا الساعة قديش؟ 8 الساعة 8 يا حرام فيقتم بكير مشان شو؟ تروح الوصفة شوف الباب. مبسوط انت يعني؟ اليوم رايحين على المشفى مشان خلص يحدد لنا الدكتور ايمتى رح يجي البيبي ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. يلا متحمسين؟ جاهزين؟ يلا. دينيزو وصلنا. وينك؟ قولك. يلا وصلنا. شو يا عمري شو شعورك؟ لا حمس يا عمري. لك البابا سبقنا. يلا يلا. اسمع اسمع اسمع. بابا. يلا ماما. هاي سويت تخطيط القلب ولا عم استنى الدكتور؟ شو عم شو سويت مع البابا؟ صار عزبك يعني؟ في العينة. يا عمري ليش خفت علي؟ بدي اياك تسأل بابا ليش؟ ماما مو كل ما دخلت على غرفة بدك يعني. لا تخاف حبيبي لا تخاف. عم شوفوا قلب البيبي. ليش عم تبكي؟ ليش عم تبكي؟ طيب قلي ليش؟ ليش عمري؟ ليش عم تبكي؟ ليش عم تبكي؟ قلي شو السبب؟ شو السبب؟ هلا فتت شوي على الدكتور صرت تبكي؟ ليه زعلان؟ هو مشتري لك اكلات. يلا بس اول شيء دي عملت حالي بعدين بشتري لك اكلات. شو رايك؟ اتفقنا؟ يلا مش. ليش عم يبكي؟ ما بعرف قال بدي ماما. اعمل له خليك ابو ضايف خليك شوي لبتجي. ما بصير نفوت عند الدكتور الا بده ماما. هاي فايته شوي عند الدكتور. كيف بكره بدي فوت على العمليه؟ عمري هذا ما لازم تجيبه معي على المشفى خالص. ليش عم تبكي؟ ليه زعلانه؟ ليش زعلان؟ عمري ليش؟ اشتري لك اكلات؟ تروح تشتري اكلات؟ يلا. وهلا بعد ما رضينا دينيزو اشترينا له هدي شوي. ليش كنت عم تبكي يا ماما؟ ليش يا حبيبي؟ انت بطل اوضاع بتبكي؟ ليش؟ هو بحبك بقى عم شوفك عم فوت على الدكتور ما بيعرف. قال شو خايف الدكتور يقتلني؟ الدكتور ده يقتلني؟ ما خبرتكم ايمت راح يجي البيبي ان شاء الله؟ خبرينا يلا. بعد تقريبا 15 يوم يلا ان شاء الله. ان شاء الله بعد 15 يوم دينيز رح يصير عنده اخ صغير بيبي صغير. ما بدي دابا لعلي. يا عمري انت احلى اخ بالعالم. بس اجيب لعلى تياب. اي والله ما اجيب لعلى تياب. يوم بصير بيبي بدون تياب؟ ما بصير. شو رأيك هلا انت عندك هلا روضة؟ شو رأيك نوديك على الروضة وروح انا والبابا نجيبهم نجيب لك ياب للبيبي ونفاجئك فيهم؟ فكرة حلوة. بتجيبي لك ياب حلوة. ايه ما تاكلهم اكيد رح نقي لك ياب حلوة. خليكم معنا مشان تشوفوا شو رح نجيب للبيبي تياب حلوة وكيوت. وكمان في مفاجأة اخر الفيديو. تابعوا الفيديو الاخير مشان تعرفوا شو هي. شو صار؟ دبان. هربوا هربوا. وكمان اخر الفيديو راح نقول لكم شو قررنا ان شاء الله نسمي البيبي لان صار تغييرات ومفاجآت. خليكم معنا ولا تنسوا تحطوا لايك. حطوا لايك. راح نودي هلا دينيز على الروضه ونروح نجيب اغراض البيبي. ياي ياي. خلينا اول شيء نشوف لدينيز بعدين. نحن جايين نجيب البيبي. شو دخل دينيز؟ يلا كلنا بنجيب نجيب لدينيز. دينيز بالقلب. البيبي. دينيز بالقلب اول شيء. هذا بناتي. بدك تساوي بنت من هلا؟ تعرفين مقلب مثل دينيز؟ ليك ما احلى. بس هاد بناتي كمان هوني بنات ولا صبيان؟ صبيان. بجوز حاطينه بالغلط هذا. هذول حلوين كمان. هلا بهذا الجو هذول. ساكن شو؟ ما حلو؟ الوان هلا الوانه شوي هيك بس صايره عم بحب الاخضر انا. هذا مع بنطلون كثير حلو. هذا دينيز بيعجبه لان عليه سياره. ليه سيارات؟ بس ما يصير يلبسها اياهم. ليش هيك كثير صغار؟ لك بتتذكر وقت كنا نجيب لدينيز كنا نفكر انه صغار وهيك قام صار يطلع كبار عليه. ليك هذا البنطلون ما شو بيلبس؟ ما بيلبس شيء. انت بكره بيطلع كبير لهيك بيطلع مهدر. بيجي صغار. هذا حلو.
هذا بربتوز وفوقه فرو. حلو حبيبي، يطلع لي كمان واحد تاني بحب السيارات والشاحنات في شكله. كل موديلات هيك الصبيان اه يا بيحطوا شاحنات يا حيوانات، ما بعرف ايش الصبياني هيك. هذول حلوين اثنين هذول ايه مع بعض، عليهم كمان طيارات سيارات. اوف كله طيارات وسيارات، طيارات سيارات شاحنات. والله شغلات كتير كيوت. يا ما احلان لك، هذا ما احلى، بس هذا للعيد، هذا طقم العيد ان شاء الله. في شغلات حلوه بس حير، انا لسه متعوده على اياس دنيز، ما بعرف اخذ اياس اصغر. هذا حلو حلو، بس لونه هيك باهت لبيبي صح، الالوان هيك فاقعه هيك. نجيب الحفوضات من هلا نخليهم جاهزين، ما بعرف انا كيف. تعالوا نشوف هلا خلصنا الاغراض ورايحين نجيب دنيز ونشوف اياهم. وهي جبناها مشان ما يصير غيره وهيك بلش شيء غار، وهيك جبنا له لعبه هديه. هلا وقت مشوفين الثياب بعطيها صح، راح يكيف عليها صياد سمك وبط. طلعوهم هدول بالمي وبهذا مو كثير حلوين. هلا رايحين نجيب دنيز من روضه، اليوم عنده املاء، وعدته اذا اخذ فيه 10 راح اجيب له شاحنه، اذا ما اخذ 10 ما راح ياخذ الشاحنه. انت شو رايك، بيستاهل دنيز اذا اخذ 10؟ انا برايي راح ياخذ 10 ذاتا وراح ياخذها، وانا هيك بقول ان شاء الله. دنيز ابو ضاي شاطر بالدروس. هلا بنشوف. اهلا وسهلا، وين دنيز؟ شو بدك بالكيس؟ فورا بشوف الكيس، ما في نكش بدمه. هذول الثياب البيبي جبناهم، ما قلنا لك رايحين نجيبهم؟ ايه. قديش اخذت بالملاء؟ اخذت 10 اكيد؟ هذول ثلاثة حطيت لي السيارة فيها. يا عيني هات لشوف طالعة. اوه 10 على 10. يا عيني وصورة سيارة كمان، يا عودي ممتاز يا بطل الروضة، بورك جهودك يا شطور. والله بطل عمري انت شطور. واي احلى شاحنة لدنيز البطل ابضاي الشطور. يا عجبا ماما انت حلوة. ماما شحاد شو هدول يعني برأيك انت؟ هدول حفوضة. ها تعرف يعني هاي السوانونو لانه ايوب سوانونو عتيابه. يلا جاهز تشوف غراض البيبي؟ ايه يلا. شو رأيك؟ عجبتك هاي ماما؟ عليها سيارات شاحنات. انت بدك تلبسهم؟ هذول للبيبي عجبوني. انت بشي عقياسك، شوف البنطلون، شوف طلع البنطلون، شوف هيك هيك بدك تلبس البنطلون. هيك بدك تلبسه؟ كمان هذا كيف هالنبي؟ هيك فوقه. هذول الفرولات حلوين. ايش هدول الطيارات؟ لك في واحد تاني عليه سيارات وقطار. ماما حلوين. حلوين؟ محلاها. عجبوك هدول البناطرين؟ كمان جايبون هذا القصير. ايه هذا حلو، هذا على شيء. حلو هذا، ما عجبك؟ على شيء. ما على شيء. احلى. شبك ولك؟ شوفي. الديناصور بخوف؟ لا هذا بخوف، هذا بخوف ولك؟ لك ما احلى. طلع محلى هاد. حلو هذا الطعم؟ ايه. عجبك؟ ايه. هدول جبنا له اياهم، بس في كمان جبنا له انا ودنيز قبل شوي. دنيز بدنا محل نحطهم، وين نحطهم؟ حطيهم اياهم معي بغرفتي. يا عمري انت بتعطيني خزانه من غرفتك؟ ايه. انو خزانه؟ لا تعال لك اي خزانه. يلا انو خزانه بدك تعطيني؟ تنتين هي وهاي، بس هي صغيرة. طيب عطيني واحدة من هدول الجوارير، هذا أول واحد، شو رأيك؟ إيه. عمري شكرا يا قمر. يلا بتجي تساعدني نرتبهم؟ إيه. يلا دنيز ناولني هدول مشان علقهم هون. هدول تياب دنيز وهدول هم نحط تياب البيبي، مع إنه هدول تياب دنيز صاروا للبيبي. هذا كان لدنيز وهو صغير، وهاي وهاد. صاروا هلا كلهم للبيبي. خذها هاتي لنا السوني، عمل جبتوني عمو بحزان.
محلا هذا الأحلى شيء، كتير كيوت مو؟ يعني على رتابة. وهي الشنطة كلها سياب للبيبي. يلا تذكر هاي وقت عيد ميلاد بابا جبنا له إياها مشان يشوف إنه في بيبي، تذكرين؟ زعل صار يبكي. صح والله. ناولني إياهن وأنا بحط بالخزانة. تمام اي والله افتحوا نشوف. هذا كان إلك، هذا كان إلك عمري. ساعة عليك. شو رأيك؟ جرب جرب. هي صدق هات لهون تنزعوا. أحلى كان على حيوانات. لك لك شو عم تسوي انت؟ شو عم تسوي؟ لك تنزعون لا تنزعون. بلشت الغيرة بلشت بلشت. ولاك يلا ساعدوني طالعوا لي من هالشنطة وعطوني تعبت. يلا تفضلي ها تفضلي ها. لك شو عم تعمل انت وياه؟ عم لف ولا حطي كيف طالع مثل العقيد معتز. يه يه يه. انا راح اخذ بابي واطفش. لا خلاص خلنا نساعدك. يلا هدول شو؟ هدول السرة. لا خلصنا هذا الجارور. شوف ما احلى بجنن. وين نحط هدول؟ دنيز وين تسمح لنا نحطهم هون؟ حطهم هون جنبنا. يا عمري بالمطبخ. لا حبابة بالمطبخ هون. معلش ناخذ شوي هون. هاي بس هاي الزاوية معلش. يا عمري وش دي انو؟ هاي تسوي خشخش. لك ما بتتذكر هاي جبناها انا وياك؟ هاي انت نقيت له اياها. لا هاي مو للاكل، هاي خشخشه بس. يلا تعال نحط لهم بالجارو. هاي صار الرف لدينيز ولا اخو دينيز. هاي لا بيحط له اياها دينيز ولا اخوه. يا عمري حباب دينيز خلاص اخذ مخده البيبي. معلش معلش خذها. انا سمحت له لدينيز ياخذها. ايه بس كيف بدك تحطها بكره؟ بدهم يوصلوك احرامات السياره. شلون بدك تحط سياره واسد ومدري شو؟ يلا حطها لبين ما يوصلوا. حباب دنيس كنا متوقعين منه رده فعل ثانيه او غاره وكذا، بس طلع كثير حباب. خلصت لاخوه وساعدنا بترتيب الاغراض. يا عمري والله انا توقعت يعني انه يغاروا هيك، بس ابدا ابدا. حباب دنيس دخيل عينه بكره بده يدير باله معي على البيبي. صار شو كيوت والله. انا هذا احلى بيبي بالعالم. يا حبيبي السماء اجى البيبي، السماء اجى البيبي لحتى نصرع. يلا مصاصة جيبيله. يلا 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 مصاصة، حط له مصاصة، حط له مصاصة عليها دودة. سكر سكر. وهلا بعد ما خلصنا اغراض البيبي، ومثل ما قلنا الدكتور بعد تقريبا بين 10 و15 يوم ان شاء الله راح يكون البيبي معنا باذن الله. وهلا لازم نخبركم شو قررنا نسمي البيبي. تمام هلا صارت معنا قصه كثير غريبه. نحن كنا مقررين نسميه اسم من ثلاث احرف، مثلا اما تيم اما رجب اما قيس او قصي، اسم ثلاثي يعني. بس بعدين صار معنا قصه كثير غريبه وغيرنا الاسم نهائيا. يعني انا نسمي ماما. احلى شيء انه دينيز لسه ما بيعرف. قررنا نسميه زكريا. عجبك يعني الاسم؟ ايه كثير حلو كثير عجبني. واخيرا اسم عجبه لدنيز. كونه عجبه لدنيز معناتها خلص الحلم اللي شفته انا، لانه ولا اسم من اسماء انه انا عجبه. احكي لهم للمتابعين شو الحلم اللي حلمتيه. ما فيني احكي بالتفصيل، بس فقت انا عم اقول اسم زكريا انه عم بقرا سوره مريم فيها زكريا اذ نادى ربه نداء خفيا، فقت عم ردد هذا الاسم وهي الايه، حسيت انه هاي رساله انه لازم اسميها هيك. شو رايكم؟ اكتبوا لنا بالتعليقات شو رايكم باسم زكريا. هلا انا عجبني وبابا عجبه ودنيس عجبه، معناته خلاص ان شاء الله نسمي البيبي زكريا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله نسميه ابو الزيك. شو ابو الزيك؟ تمام يلا دنيزة وابو الزيك. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تشتركوا بالقناه وتحطوا لنا لايك، واذا وصلتوا لهالمرحله من الفيديو حطوا لنا قلب بالتعليقات. الحب زورونا بعد فترة إن شاء الله تشوفوا البيبي وتشوفوا ردة فعل دينيز. هلا لازم أقول لكم باي باي. باي باي.